تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الأسبوعي عين على حضرموت. هنا في هذه القاعة اختتمت قبل قليل الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية التي انعقدت على مدى يومين بمدينة المكلا. سنذهب الآن لمقتطفات من البيان الختامي بعد انتهاء أعمال الدورة السادسة. سنستمع للبيان ثم سأعود لألتقي ببعض أعضاء الجمعية الوطنية من مختلف المحافظات الجنوبية لأسألهم عن فحوى البيان، عن انطباعاتهم، عن دلالات عقد الدورة السادسة هنا بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت. الختامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة 21/22/2023 في محافظة حضرموت المكلا، فقد اتخذت القرارات والتوصيات التالية: تحية الجمعية الوطنية جماهير شعبنا في محافظة حضرموت على الحشد الجماهيري لاستقبال قيادة المجلس الانتقالي وأعضاء الجمعية الوطنية والضيوف الكرام من مختلف مناطق الجنوب، كما تحيي السلطات المحلية والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي والمكونات السياسية والمجتمعية والقوات المسلحة الجنوبية وأجهزة الأمن والنخبة الحضرمية على الاستقبال الرسمي والشعبي وعلى حسن التنظيم والوفادة الذي حظي فيها المشاركين في الدورة السادسة للجمعية الوطنية التي والحميمية التي شعروا بها بين أوساط شعبنا العظيم في محافظة حضرموت. نظرا لما حملته كلمة الرئيس القائد أيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكلمة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك في الجلسة الاختتامية نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، فقد اعتبرتهم الدورة وثيقتين رئيسيتين من وثائق الدورة. تقر الدورة السادسة للجمعية الوطنية محضر الدورة الخامسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنعقد خلال الفترة 21/22/2022. أقرت الدورة تقرير الهيئة الإدارية بين الدورتين الخامسة والسادسة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة عليهما. تأكد الجمعية الوطنية على قرارات رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية الخاصة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس الانتقالي واللوائح الداخلية لمختلف الهيئات التي بنيت على أساس ذلك التعديل، واستكمال وتطوير لما أفرزته في تجربة السنوات الماضية من العمل باللوائح السابقة. تقرر الجمعية الوطنية اللائحة الداخلية الخاصة بها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة عليها على أن ترفع لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لإصدارها بقرار منه والعمل على هيكلة الجمعية الوطنية وفق هذه اللائحة. تؤيد الجمعية الوطنية المجلس الانتقالي الجنوبي للمجلس الانتقالي الجنوبي مخرجات الحوار الوطني الجنوبي الصادرة عن اللقاء التشاوري للقوى السياسية والمجتمعية والرموز الوطنية، وهي الميثاق الوطني الجنوبي، الرؤية الرئيسية لإدارة المرحلة الراهنة، الأساسية العامة لمشروع دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، المبادئ والأسس الحاكمة لعملية التفاوض، والبيان الختامي للغاء التشاوري، وتوصي قيادة المجلس وفريق الحوار الوطني الجنوبي بالاستمرار في عملية الحوار حتى يصبح منهج حياة لمعالجة المشكلات وتوسيع التوافق والشراكة الجنوبية وعدم استثناء أحد. إصدار عفو عام على كل الجنوبيين الذين اشتركوا في الأحداث البينية السابقة، وتطمين الكل في الداخل والخارج والعودة إلى وطنهم الجنوبي بكل اعتزاز وترحيب. استكمال مشروع الحوار الوطني مع بقية المكونات الاجتماعية والسياسية والشخصيات الجنوبية، بقية إطلاعهم على نتائج اللقاء التشاوري لإيجاد مقاربة سياسية مع كل المكونات السياسية والمدنية والتغييرات الثقافية والفكرية لخدمة العمل الوطني الجنوبي. تمكن شعب الجنوب من تمكين شعب الجنوب
من إدارة شؤونه في مختلف المجالات وضبط العلاقات مع شركائه العملية السياسية مع شركاء العملية السياسية في المرحلة الراهنة، بما يخدم إعادة بناء مؤسسات الدولة المعطلة إلى المناطق الجنوبية في المناطق الجنوبية من خلال إعادة النظر بالشراكة الحكومية ليتمكن الجنوبيين من إدارة محافظات الجنوب. الإسراع في هيكلة القوات العسكرية والأمنية الجنوبية وإعادة تنظيمها باستيعاب العسكريين المبعدين قسرا والمقاومة الجنوبية ودمجهم مع القوات الجديدة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد الوطني. استكمال السيطرة العسكرية والأمنية على كافة الأراضي الجنوبية بإخراج بقايا القوات اليمنية التي اجتاحت الجنوب عسكريا. العمل مع قيادة الدفاع والداخلية في إعادة فتح الكلية العسكرية والشرطة والطيران والتنظيم الالتحاق بها من الشباب الجنوبيين. تحفيز رأس المال الجنوبي وتمكينه في المجالات الاقتصادية، ضبط التغيير الديموغرافي وحصر النازحين، والعمل مع المنظمات الدولية على معالجة حالة النزوح. ترجمة ما جاء في الميثاق الوطني كأساس لمشروع دستور دولة الجنوب الفيدرالية المنشودة. شكرا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام، استمعنا لمقتطفات من البيان الختامي للدورة السادسة للجمعية الوطنية المنعقدة هنا في المكلا. ينضم إلي الآن الأستاذ سالم الدقار، وهو نائب رئيس العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. أستاذ سالم أهلا بك. أولا قبل أن أخوض في موضوع البيان وفحوى البيان، ما دلالات عقد الجمعية الوطنية في دورتها السادسة هنا في المكلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مدلول انعقاد هذه الدورة في حضرموت وبالذات في هذا التاريخ 21 من مايو 21 من مايو جاء يعني كمدلول قطعي، وجاء أيضا كرسالة من أرض حضرموت، أرض الحضارة والتاريخ، تأكيدا على ذاك القرار التاريخي الذي يعني أعلن في 21 مايو عن طريق السيد الرئيس علي سالم البيض، ذلك الرجل الذي قد بلغ من الكبر عطية ولا زال يمتطي صهوة النضال من أجل هذه الغاية النبيلة وهي فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية. هذا كمدلول في الحقيقة. سمعنا قبل قليل البيان الختامي الذي تضمن نقاط عدة، تأييد مخرجات عدن، إعادة الهيكلة في الجمعية، في القوات المسلحة، هل ترون أن هذا البيان كافي؟ في الحقيقة يعني بما يجري من أوضاع بما يجري من أمور على الأوضاع العامة سواء كان داخليا وخارجيا، ونحن قد وصلنا إلى اختتام الدورة السادسة للجمعية الوطنية، قد يعني البيان هذا بما حمله أيضا من قرارات وتوصيات حقيقة هي تعد غاية في الأهمية ويعني متقدمة إلى حد ما حقيقة، ولكن نحن يعني كشعب في حضرموت وفي الجنوب بشكل عام تواق إلى أكثر من هذا بكثير. نحن لن نختفي ولن نقبل ولن نرضى مطلقا مهما كانت جملة القرارات التي اتخذت في هذه الدورة أو في حتى في الرئاسة، ما لم تصل بنا وعلى وجه السرعة وفي يعني سرعة الصاروخ إلى تحقيق الهدف السامي وهو استعادة الدولة وفك الارتباط واستعادة الدولة، هذا أمر في الحقيقة غاية في الأهمية. نحن يعني قد لا نكون مقتنعين 100%، ولكن أنا في حد الأدنى نشعر أن هذه القرارات والتوصيات قد يعني حققت الحد الأدنى من مطالب هذا الشعب، وهذا سيكون يعني ستتجسد هذه المطالب فيما إذا كانت المهمات القادمة
جيدة وعلى وجه السرعة، وستصل بنا حقيقة إلى فك الارتباط واستعادة الدولة. أقول حاجة، أنا حقيقة نرى من خطاب الرئيس عيدروس السبيدي أنه امتداد في الحقيقة، امتداد لذاك القائد المفدى السيد الرئيس علي سام البيض. وهذا الخطاب الذي يقدمه الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي هو بالفعل ما يطمن جماهير شعبنا اليوم وغدا بأن القادم سيكون أفضل لأبناء الجنوب، من منطلق واحد أنه هذا الرجل صادق في حديثه، أن هذا الرجل أعطى وسيعطي وجاء من رحم الثورة ومن رحم معاناة الجماهير ومن مواقع الشرف والبطولة. وشكرا. شكرا لك. ينضم الآن عضو هيئة الرئاسة هنا يحيى غالب الشعيبي، السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. يعني استمعت بالتأكيد لمخرجات البيان الختامي في الدورة السادسة، أسألك في البداية ما الدلالات لعقد الدورة السادسة في المكلا هنا بمحافظة حضرمان؟ أولا اختتمت الجمعية الوطنية أعمالها قبل لحظات، وأنتم كنتم مشاهدين والغد المشرق كانت هي في قلب الحدث. فالدلالات لإقامة هذه الفعالية في حضرموت ليس جديدة، باعتبار حضرموت والمكلا هي عمق الجنوب، وهي العمق التاريخي للجنوب، وثانيا نوع من الوفاء للتضحيات لهذه المدينة المقاومة لحضرموت التي كانت سباقة في انطلاق العمل النضالي والوطني منذ حركة 98 والشهداء بارقاش وبن همام، ومن ثم الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية. فحضرموت هي القسم الحي التي كانت ولا زالت في جسد الجنوب إن شاء الله. دلالات البيان الختامي كانت واضحة. هل ترون أنها كافية؟ تحدثت عن هيكلة للقوات المسلحة ظلت تسرع فيها. التوصيات التي تضمنتها القرارات البيان الختامي، القرارات والتوصيات كانت مهمة جدا، ومنها القرار الذي جاء فيه على ضرورة اكتمال السيطرة العسكرية على ما تبقى من محافظة الجنوب وإحلال القوات الجنوبية محلها. شكرا لك أستاذ المحامي يحيى غالب الشعيبي. ينضم إلي الآن الأستاذ صالح الدويل عضو الجمعية الوطنية عن محافظة شبوة. أستاذ صالح صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. ما الدلالات لانعقاد الدورة السادسة هنا في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؟ الدلالات هي كثيرة. أولا أثبتت للعالم وللإقليم أن حضرموت هي الجنوب والجنوب هو حضرموت، وهي أكبر دلالة نتيجة للضجيج الذي أحدثته بعض القوى التي أثبتت أن وزنها ضئيل في حضرموت مقارنة بوزن جنوبية حضرموت. هذه أكبر دلالة وأعظم دلالة أعطتها من خلال الافتتاح الذي تم أمس، وحشدت فيه أو حضرت فيه كل أو معظم الوجهات الحضرمية، وضآلة من ظلوا محيطين بذلك الصوت الذي يريد أن يعزل حضرموت عن سياقها الجنوبي. هذه أكبر دلالة من الدلالات. الجانب الثاني أن الانعقاد هنا جاء على خلفية هزيمة الإرهاب في بعض مناطق الجنوب، يعني والمعارك الآن الذي تدور في الجنوب هي تعتبر يعني المعارك النهائية لطي صفحة هذا الآفة الذي ظلوا ينمطون الجنوبيين فيها. الجانب الآخر أنها أعطت للعالم أن صوت الجنوب صوت عقلاني، وأنه كما قال أحدهم إحنا نريد أن نفتح الجنوب بمفتاحه، يعني الجنوبيين قادرين أن يقومون بعملية تطرف، ولكن لأن الموضوع في حرب تحالف وفي حرب إرهاب وفي مصالح دولية في البحر الأبيض البحر الأحمر والبحر العرب، فإن الجنوبيين يضعون في حساباتهم كل خطوة سياسية بحيث أنها تكون في الوقت المناسب. وأنت تتحدث عن الإرهاب، القوات المسلحة الجنوبية كان لها دور بارز في مواجهة الإرهاب، هل ترى أنه المجلس الانتقالي استطاع بالفعل يستثمر هذا الموضوع حتى يحصل على دعم وتأييد إقليمي ودولي؟ بالفعل العالم يراقب هذا الجانب، وعرف أنه خلال 30 سنة ظلت القوى اليمنية توطن الإرهاب في الجنوب وتقوم بعملية تدوير له وتفتعل معه معارك، لكنها ليست معارك كسر عظم كما حصل الآن. معارك كسر العظم تظهر من خلال حشد الإرهابيين وتهديدهم للقوات الجنوبية وللمجلس الانتقالي وأعضاء المجلس الانتقالي والمشروع الجنوب.
حياك الله. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم أعود لمتابعة هذه الحلقة مع مجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فلا تذهبوا بعيدا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن دلالات انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية بمدينة المكلا. كان معنا في الحلقة الأولى عدد من الضيوف، يحيى قالب الشعيبي وسالم بن دقار وأيضا صالح الدويل. الآن ينضم إلي عضو الجمعية الوطنية الأستاذ وضاح بن عطية. مساء الخير وضاح. مساء النور، يعطيكم العافية. أنت جاي وبكل هذا التعب يعني على العكازات، ليش يعني في شيء كان يتطلب أنه تجي وتتعب؟ بصراحة ما شاهدناه هو عرس جنوبي لا نقدر نحصره أنه باجتماع جمعية وطنية للجنوب، بل حصل عرس جنوبي بكل معنى الكلمة، وما أذهلنا وأذهل المتابعين بشكل عام هو شعبية الانتقالية الكاسحة في حضرموت. نعم تعبنا وأتينا من أجل هذا الشيء، من أجل هذه المخرجات، من أجل يشاهد شعبنا العرس الجنوبي الذي حصل، وهذا أتى بعد الحوار والميثاق الوطني الذي حصل في عدن، والحمد لله أصبحنا الآن كتلة واحدة وأصبحت شعبية الانتقالي في حضرموت شعبية كاسحة أكثر مما هي في المثلث كما يدعي أعلام العدو، والحمد لله رب العالمين. ونشكر أبناء حضرموت الذين أظهروا هذا العرس للشعب الجنوبي. إلى جانب أنت عضو في الجمعية، أيضا أنت ناشط على منصات التواصل، كيف شفت صدى ردود الفعل على انعقاد الدورة في المكلا، الدورة السادسة؟ ما هو في الواقع يختلف جذريا عن ما يقوله بعض الإعلام المعادي. الإعلام المعادي صور صورة غير موجودة على الواقع. الواقع انتقالي، الواقع مع الجنوب، الواقع يطالب بطرد القوات التي غزت الجنوب الموجودة في وادي حضرموت وغير وادي حضرموت، بإخراجها من الجنوب واستبدالها بالنخبة الحضرمية، باستبدالها بقوات جنوبية، استبدالها بالقوات في أهل مكة أدرى بأشعابها، استبدالها بقوات تأمن المنطقة وتبعد هذا وتبعد كل هذه الفوضى الموجودة في وادي. رأيت ردود الفعل مؤيدة معارضة؟ باختصار مؤيدة بشكل كاسح كبير. أشكرك جزيل الشكر وضاح بن عطية عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي. ينضم إلي الآن رئيس المجلس الانتقالي السابق في محافظة شبوة الشيخ علي السليماني. السلام عليكم شيخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. دلالات الانعقاد، انعقاد الجمعية في حضرموت من وجهة نظرك إيش هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على إتاحتنا هذه الفرصة. لا شك أن حضرموت تعتبر العمق الاستراتيجي والتاريخي والحضاري للجنوب، ويأتي هذا الاجتماع وهذه الدورة في حضرموت للتأكيد على هذا الشيء، وأن جزء لا يتجزأ حضرموت وشبوة وأبين والضالع وسقطرة والمهرة، كلنا جسد واحد ولحمة واحدة، ويأتي هذا الدورة في ظرف حساس وتتويجا للحوارات الجنوبية والتي تمخضت عنها الميثاق الوطني الجنوبي، وهذا ما أفرح الجنوبيين. ونؤكد للجميع أن هذا الالتفاف الجنوبي وحول هذا حول الالتفاف الجنوبي الشعبي الذي حظي به القيادة والرئيس في المكلا يأتي تتويجا لكل اللقاءات السابقة وتيدا لثمرات النضال التي ناضل من شعبنا، ونؤكد أن يوم التحرير والاستقلال قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. نستغل وجودك معنا، الأوضاع في شبوة الآن كيف هي؟ الأوضاع الحمد لله تسير للأفضل، وبإذن الله للأفضل في ظل الدولة الجنوبية ستكون أفضل وأفضل. أشكرك جزيل الشكر الشيخ علي السليماني رئيس المجلس الانتقالي السابق. ألتقي أيضا بفضيلة القاضي شاكر محفوظ بنش وهو أيضا رئيس لجنة صياغة الميثاق الوطني في العاصمة عدن. مساء الخير فضيلة. مساك الله بالنور والخير والسرور، الله يسلمك، حياكم الله. دلالات الانعقاد هنا في حضرموت وهذا النجاح والبيان الختامي استمعنا له قبل قليل، ما هي؟ لعل تبدو في ملاوح وجهي دلالات نجاح هذا الموت. طبعا دلالات نجاح هذا المؤتمر الذي احتضنته مدينه المكلا الدوره السادسه للجمعيه الوطنيه للمجلس الانتقالي الجنوبي، دلالاته انعقاده في حضرموت يعطي رساله واضحه بان حضرموت هي العمق الاستراتيجي والحضاري والتاريخي للجنوب، لقضيه شعب الجنوب. يعطي دلاله ايضا
بان الحضارمة مع مشروع القضية الجنوبية، طالما وان الدورة السادسة للجمعية الوطنية لمجلس المداي تبنت النقطة الأساسية في الميثاق الوطني في بناء الدولة على ان تكون الدولة الجنوبية المنشودة هي دولة ذات الشكل الاتحاد الفيدرالي، وايضا تضمنت الميثاق يعني اعطى دلالة جعل من الحضارم انهم يكونون مع مشروع دولة الجنوب القادمة بإعطاء حق الأقاليم في الدولة الاتحادية بالتمتع بكامل الصلاحيات في إدارة شؤونها وإدارة مؤامرتها دون تدخل من السلطة المركزية. وجدتم أنه أعطى الطمأنة الكافية؟ بالطبع يعني الطمأنة الكافية لكل من يرتابه أو ينتابه خوف معين، أعطى الطمأنينة لكل من ينتابه الخوف من مشروع الدولة الجنوبية القادمة. أشكرك فضيلة القاضي شاكر محفوظ بنش. مستمرين مشاهدين الكرام في رصد ردود الأفعال هنا عن انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت. ينضم إلي الآن الأستاذ جلال عبادي رئيس التجمع الديمقراطي تاج. أهلا بك أستاذ جلال. أهلا بكم وبالمشاهدين الأعزاء. أنتم انخرطتم مؤخرا في المشاورات عدن وبعد ذلك وقعتم على الميثاق الوطني الجنوبي، سأسألك عن ذلك، لكن في البداية دعني أسألك عن دلالات المشاركة الواسعة، عن دلالات الانعقاد للدورة السادسة هنا في مدينة المكلا. مدينة المكلا أعتقد هذه الدورة الثانية التي احتضنها دورة المكلا لما تحظاه حضرموت بالذات في قلوب كل الجنوبيين، وهذه الدورة أتت ثمار جهود كبيرة وخصوصا بعد انعقاد اللقاء التشاوري الذي تمخض عن توقيع الوثيقة الوطنية لشعب الجنوب، وهذا إنما يدل على أنه الشعب الجنوب اليوم يخطو خطوات نحو تحقيق الاستقلال الوطني الناجز إن شاء الله، وهذا إنما يكون بادرة وتصريح اليوم في كلمة اللواء بن بريك بأن الدولة القادمة هي دولة حضرموت الاتحادية. هذا كان حدث يتحدث هنا عن التسمية، التسمية فعلا. استمعت للبيان الختامي؟ فعلا استمعنا للبيان الختامي. هل ترى أنه كافي؟ هل في نقص فيه؟ طبعا دائما تكون هناك نواقص، لكن نحن هذه بداية الغيث قطرة. إيش اللي تشوفه ناقص من البيان؟ البيان أعتقد أنه الناس مؤملة أشياء كبيرة جدا، لكن نقول أن اليوم جاءت هذه الدورة وكان أهم شيء في هذه الدورة أنها انعقاد حسب ما أو كما تفضلت في السابق بعد نجاح اللقاء التشاوري والخروج بالوثيقة الوطنية. اليوم هناك دستور، هناك قوانين، وإن شاء الله سوف تفعل، والجمعية صادقت على بنودها، وإن شاء الله القرارات التي سوف تعلن قد إن شاء الله أنها سوف تلبي طموحات شعب الجنوب. استغل وجودك معي عن وعود بك إلى مشاورة عدن توقيع الميثاق الوطني الجنوبي. أنتم في التجمع الديمقراطي تاج ترون بأن الأمور باتت أفضل حالا بعد هذا التوقيع، ما الذي تأملون ما بعد التوفيق؟ ما الذي تأملونه أو تعملون عليه مع مختلف القوى والمكونات الجنوبية؟ أعتقد أنه كانت الفرصة سانحة بعد هذا الشتات وهذا التمزق الجنوبي الذي كانت تراهن دائما عليه قوى الخارجية بأن شعب الجنوب غير قادر على أن يلملم صفوفه وأن يقف في صف واحد، وهذا أعتقد كان رهانا خاطئ. الجنوبيين انتصروا لشعب لدولتهم لبلدهم لوطنهم واجتازوا كل المحن و ترفعوا عن الأحزاب وعن المكونات وفضلوا وطنهم الجنوب. أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلي الآن حسين السعدي عضو الجمعية الوطنية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شايفين المشاركة والبيان الختامي؟ والله الحمد لله أجي نتيجة ثمرة نضال طويل يعني، وأيضا في نفس الوقت في حضرموت في المكلا يعني استطعنا أيضا في نفس الوقت أن نخرج في النتائج الإيجابية لصالح شعبنا ولصالح مجلسنا ولصالح الشعب الجنوبي، وأيضا في نفس الوقت مبروكين لشعبنا ولحضرموت ولكل شعب الجنوب في الاسم الجديد يعني حضرموت العربية يعني جمهورية إن شاء الله حضرموت العربية الجنوبية. ونحن أيضا في نفس الوقت نريد ثمرات لنضالنا، لأنه نضالنا نحن
مش من اليوم، احنا بدأنا بنضالنا من 94 ونحن بنقاوم كل اللي يمارس ضدنا من ظلم ومن قهر ومن سجون ومن قتل والى اخره. نحن الان الحمد لله يعني رغم ان احنا فقدنا كل الناس وفقدنا شرفه، فقدنا شرفه استشهدوا، ولكن يعني نتعهد لهم وللي هم تحت اللحود اننا سوف نواصل النضال مهما كان حتى الانتصار. جمهوريتنا يعني سوف تاتي بناء على نضالنا وعلى قوتنا. شكرا لك، يعطيك العافيه. تنضم لي الان الصحفيه ولا عمران. مساء الخير. مساء النور. انت دائما مشاركه في المؤتمرات والمهرجانات الجنوبيه، ايش اللي يدفعك للمجيء والمشاركه؟ بعد 13 سنة ما ينفعش يتقال لي إيه اللي يدفعني محبتي للجنوب ونصرتي للقضية الجنوبية من 2012 حتى التحرير والاستقلال بإذن الله. كصحفية شايفة أنه القضية الجنوبية والمشروع الجنوبي يحظى بالمكانة الإعلامية الخارجية؟ حاليا ومنذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي أيوة يحظى. يعني من قبل كان متغير؟ طبعا في البداية كان في حالة من التعتيم الإعلامي المعروف يعني، وحالة من التهميش و كتير ما كانوش يعرفوا ايه ماذا يحدث وايه اللي بيحصل، لكن دلوقتي الحمد لله بدات الامور تتضح اكتر، بدا ان الشعب يقدر يعبر عن نفسه بشكل اكبر. وخلينا نقول انه السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا في الموضوع. يعني ثوره الجنوبيين بدات بالحراك السلمي الجنوبي، بعد كده مرت بمواقف كتير جدا اهمها السوشيال ميديا. السوشيال ميديا حرك كل الاشياء. بعد كده المجلس الانتقالي فتح علاقات خارجية كبيرة مع معظم الدول العربية، قدروا ينقلوا قضيتهم للناس بشكل محترم وبشكل مشرف، قدروا يكسبوا، مش هنقول يكسبوا مشاعر وتعاطف الآخرين، لأنه في قضايا الأوطان القصة مش فكرة تعاطف، الفكرة إنها حق وقضية عادلة. فلا أنا شايفة أنه القضية الجنوبية الدورة السادسة شايفة أنها حظيت بالتغطية الإعلامية محليا وخارجيا. ما حضرتك شايف بنفسك الصحف الموجودين في هنا، ناس من الصحف العالمية، في هنا زملاء لنا من الصحف العالمية. شكرا لك ولا عمران الصحفية والكاتبة. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي عين على حضرموت. التقينا بعدد من المشاركين والضيوف في أعمال أو في ختام أعمال الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنعقدة هنا على مدى يومين بمدينة المكلا. حتى حلقة جديدة ومواضيع أخرى، حتى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.